بدعوة من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون يحل بالجزائر في زيارة عمل وصداقة. وتعزيزا لفرص التعاون والشراكة، الوزير الأول أحمد أويحيى غدا بباريس في إطار أشغال الدورة الثالثة للجنة المختلطة العليا الجزائرية الفرنسية. الورشة الإقليمية لرابطة علماء الساحل تؤكد أهمية تعزيز التربية الدينية لمواجهة الأفكار المتطرفة الدخيلة على مجتمعات دول الساحل. مظاهرات غاضبة بغزة رفضا لأي قرار أمريكي محتمل بشأن تغيير الوضع القائم في القدس، وسط تحذيرات دولية من تداعيات القرار على المنطقة وجهود التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين. نشرة الخامسة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. في المستهل وبدعوة من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، حل اليوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالجزائر في زيارة صداقة وعمل. وقد كان في استقباله بمطار هواري بومدين الدولي رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح مرفوقا بالوزير الأول أحمد أويحيى ونائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح ووزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ووزير المالية عبد الرحمن راوية. الرئيس الفرنسي رفقة عبد القادر بن صالح وبعد تحية العالمي الوطني استعرض تشكيلة من مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي أدت لهما تحية شرفية. زيارة ماكرون تندرج في إطار الشراكة الاستثنائية التي ما فتئت الجزائر وفرنسا تعملان على بنائها وتعزيزها، وتشكل سانحة للبلدين لا سيما خلال المباحثات التي ستجرى بين رئيسي الدولتين لإيجاد السبل الجديدة لتعزيز التعاون والشراكة بين الجزائر وفرنسا، وكذا التشاور حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وبمقام الشهيد وضع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إكليلا من الزهور عند النصب التذكاري المخلد لأرواح شهداء ثورة التحرير المجيدة، ووقف دقيقة صمت ترحما على أرواحهم الطاهرة. الرئيس الفرنسي كان مرفوقا برئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ووزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل. ضيف الجزائر إيمانويل ماكرون مرفوقا برئيس مجلس الأمة وزير الشؤون الخارجية ووالي العاصمة قام بجولة بأحياء وشوارع العاصمة الجزائر، بداية من شارع العربي بن مهيدي وصولا إلى ساحة الأمير عبد القادر، حيث تلقى شروحات مفصلة عن تاريخ الأمير. فبمكتبة العالم الثالث حيث طاف بأجنحتها وطلع على عدد من الكتب، رئيس الفرنسي ثمن حفاوة الاستقبال التي لقيها من مستقبليه من جموع المواطنين. Tout d'abord, je suis très heureux d'être en Algérie aujourd'hui. Je suis très heureux de vraiment remercier les Algériens et les Algériens de l'accueil qui m'est fait. C'était formidable l'enthousiasme qu'il y avait en remontant la rue jusqu'à cette place. Et puis c'est tout un travail autour de la relation bilatérale où je souhaite que nous puissions là aussi aller de l'avant, prendre des décisions structurantes pour les prochains mois, les prochaines années en matière économique, éducative et de sécurité collective. Mais voilà, c'est une page d'avenir, se retrouver dans cette place hautement symbolique avec vous, avec mes amis algériens, c'est pour moi très fort.
ونبقي على ملف التعاون الجزائري الفرنسي، حيث يترأس غدا الوزير الأول أحمد أويحيى مناصفة مع نظيره الفرنسي إدوارد فيليبي باريس أشغال الدورة الثالثة للجنة المختلطة العليا الجزائرية الفرنسية. في جدول أعمال الدورة تدعيم الشراكة الاقتصادية وتحديد الآفاق الجديدة للاستثمار بين البلدين. للتذكير، فإن اللجنة العليا المختلطة الجزائرية الفرنسية تعد ورقة الطريق الأساسية للشراكة الاستثنائية بين الجزائر وفرنسا، ومن المرتقب أن تتوج اللجنة بالتوقيع على حوالي 10 اتفاقيات في المجال الاقتصادي والصيدلاني والجامعي والمهني والثقافي، كما تشكل الإطار من أجل برمجة مشاريع تعاون أخرى وهي مدرجة في جدول أعمال زيارة الدولة المقبلة للرئيس الفرنسي ماكرون إلى الجزائر، والتي من المحتمل أن تكون خلال الثلاثي الأول من العام المقبل. في موضوع آخر، أكدت وزيرة البيئة والطاقة المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي خلال تدخلها في الدورة الثالثة للجمعية العامة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن التجربة الجزائرية في محاربة التلوث مستمرة تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، وقد استثمرت لبلوغ أهداف التنمية المستدامة ما يفوق مليوني دولار. وفيما يتعلق بالنفايات البلاستيكية والبحرية، أكثر من 20 عملية تنظيف تمت. وفي السياق ذاته، أكدت زرواطي أمام الجمعية أن الجزائر ماضية في تنفيذ توصيات ريو دي جانيرو بهدف ترقية الطاقة المتجددة. يشارك وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي ابتداء من الغد بموناكو في المنتدى الدولي 10 للسلام والرياضة. انطلقت اليوم الورشة الإقليمية حول التربية الدينية بدول مسار نواكشوط، والدورة التكوينية الثانية لأعضاء الرابطة بمقر المركز الإفريقي للدراسات والبحوث في مكافحة الإرهاب بالجزائر. الدورة تهدف إلى مناقشة مناهج التربية الدينية في المجتمعات ودورها في تحصين الشباب من أفكار التطرف. زكريا ميهوبي والتفاصيل. التربية الدينية وفق مناهج علمية أداة فعالة لحماية المجتمعات والشباب من التطرف وتبني الأفكار الهدامة، يؤكد المشاركون في الورشة الإقليمية حول موضوع التربية المدنية في دول مسار نواكشوط. التربية الدينية هي التي تحصن المجتمع وتمنعه من التطرف وتمنعه من العنف، لا لشيء إلا أن فضاء التعليم بكل أطواره، الابتدائي والمتوسط والثانوي ثم نذهب إلى الجامعة، فضاء التعليم هو الذي يصنع الشخصية التي تقبل الآخر، لأنها تغرس فيه قيما أخلاقية كبرى. من خلال هذه الورشات نريد أن نبرز التربية الدينية كعنصر أساسي وكمادة أساسية أو كمنظومة قابلة لتهيئة النشأ إلى أن يكونوا مواطنين صالحين ينفعون مجتمعهم والعالم ككله. ولأن الارتباط حاصل بين الفهم الخاطئ للدين والإرهاب، تحسيس النشأ وتربيته يبرز كأولوية. التربية الدينية هي مهمة جدا، وتعرف هي ما تحسن الشخص وتحسن وخاصة الشباب في الانخراط لأمثال هذه الجماعات والحركات الإرهابية. فإذا حصلنا هذه التربية وأعدنا النظر وأوجدنا الطرق والسبل الجديدة وجددنا الأشياء وحدثناها، إذا فيكون إن شاء الله تكون التربية مهمة ونصل إلى ما نريد. We should not leave religious education in the hands of the people we don't know. We have to know who is. لا يجب أن نترك التربية الدينية في أيدي أناس لا نعرفهم. يجب أن نعرف ما يتلقاه أبناؤنا لتفادي تغيير أفكارهم، وهذا ما نعمل عليه مع رابطة العلماء. وعلى مدار يومين تناقش الورشة منظومة القيم في مناهج التربية والمرجعيات الفكرية في الكتب الدينية، إضافة إلى دور الأئمة. في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الجهود النوعية لقوات الجيش الوطني الشعبي، سلم إرهابيان نفسيهما صباح اليوم للسلطات العسكرية بتمن راست. ويتعلق الأمر بكل من تاء دحمومو الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 95، وباء لحسن وكان بحوزتهما 5 مسدسات رشاشة من نوع كلاشينكوف وبندقية تكرارية و6 مخازن وكمية من الذخيرة، لترتفع حصيلة الإرهابيين الذين سلموا أنفسهم خلال اليومين السابقين إلى 5 إرهابيين 3 منهم بأضرار، فيما ترتفع حصيلة الأسلحة المضبوطة إلى 9 أسلحة نارية وكمية معتبرة من الذخيرة والمتفجرات.
إن هذه الحصيلة الإيجابية المحققة عبر مختلف النواحي العسكرية تشهد على مدى تحكم قواتنا المسلحة في تنفيذ مهامها بكل فعالية واحترافية قصد بسط الأمن والسكينة في كامل ربوعي البلاد. دائما في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الجهود النوعية لقوات الجيش الوطني الشعبي، سلم إرهابي نفسه صباح اليوم للسلطات الأمنية بالقطاع العسكري لأدرار بالناحية العسكرية الثالثة، ويتعلق الأمر بالمسمى ميم لكحل الذي كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف وأربعة مخازن وقنبلتين يدويتين وكمية من الذخيرة. الإرهابي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012، وهذه النتائج تؤكد من جديد على نجاعة مقاربة الجيش الوطني الشعبي في القضاء على ظاهرة الإرهاب وتقويض كل محاولة لزعزعة استقرار بلادنا. وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني وحراس الحدود أمس بالوادي وتلمسان 3 تجار مخدرات وضبطوا 71 كيلوغراما من الكيف المعالج، فيما حجزت مفرزة أخرى للجيش بالتنسيق مع عناصر الجمارك بطمن رست شاحنة محملة ب7600 لتر من الوقود. وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت عناصر الدرك الوطني بشلف عنصر دعم للجماعات الإرهابية. من جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش 156 مهاجرا بطريقة غير شرعية من جنسية مختلفة بكل من تلمسان وأدرار وبسكرة وغردايا وتبسة، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من الوادي وسعيدة مهربين اثنين وحجزوا أكثر من 5000 وحدة من مختلف المشروبات. في روبورتاجاتنا المحلية، تعرف منطقة تارجا بولاية عين تيموشنت بالزراعة الموسمية والتي تسهم بشكل كبير في دعم المحاصيل وفي إنتاج الخضروات وكذا الطماطم التي سيتم جنيها قريبا. دلال ماضي. تعد الزراعة بعد الموسمية بمنطقة تارجا بولاية عين تيموشنت في هذه الفترة من السنة من أهم الطرق التي تساهم في تعزيز إنتاج الخضروات. الفلاحون هنا يستعدون لجني محصول الطماطم. احنا هذه طماطيش هذه احنا كل عام نخدموها، نقولوا في الوقت هذا نخدموا هذه تاع الخريف ونخدموا تاع الربيع ونخدموا تاع الصيف. راكي فاهمه؟ ايه، احكي لي شحال تجيبوا من قنطار، شحال عندكم الايام؟ هي صديق كيما العام تاع السنه، راهي الحيه نقولوا شويه الانتاج شويه قليل السنه. السنه ما كانش ما لا صارج، ما كان سخانه بزاف. على جال واش والمرض راه بزاف ثاني، كاين الدوده كاين لوديوم كاين بزاف صوالح. احنا المشكله اللي عندنا ان الدواء ماشي افيكاس، الدواء راه يجي الفعاليه كل عام تنقص منه وغالي. احنا نطلبوا من الدوله تاعنا تعاوننا في الدواء. يقول لك في لي برودوي فيتوسانيتير هذه المكافحه الامراض وكل شيء راه ماشي افيكاس. هما ما فهموش واحد الحاجه اللي هي يليق كل مره تبدل البرودوي، لاخاطر البرودوي لو فات كي دير البرودوي مره ما يوليش افيكاس لو مرة جاية. هما ما عندهمش هذه العادة، هما رانا نفهموهم نوعوهم. الإنتاج هذا سيساهم في توفير هذه المادة والتي تعرف أسعارها تذبذبا في السوق. والمضاربة اللي يديرها يديرها من يدي واحد في السوق ساعة الجملة كي يشري، احنا ندو المونداتير، المونداتير كي يبيع تصير المضاربة تما. إن شاء الله يكون هذا إنتاج في متناولي الجميع، يعني من ناحية السعر من ناحية الكمية، وأيضا نحن نتمنى إن شاء الله هادو الوساطة تتدخل السلطات المعنية باش ما يكونوش هادو الوساطة هما السبب تاع التذبذب السوق الخضروات ولا سوق الإنتاج أو منتوجات الفلاحية. ويتم في هذه الفترة أيضا تهيئة البيوت البلاستيكية وغاس المشاتل من أجل إنتاج وفير وبأحسن الأسعار. وحماية للثروة السمكية بسد جرف التربة ببشار، مساع لبعث عمليات استزراع دورية لصغار الأسماك واعتماد نظام رقابة على الصيد العشوائي. خضرة شيكر. يوفر سد جرف التربة ببشار وسطا طبيعيا لنمو نبات وحيوان مهم، غير أن هذا التنوع البيولوجي هو اليوم مهدد بسبب إهمال البعد البيئي للمكان. في السد هذا فيه بزاف ثروة حيوانية أكثر من الثروة السمكية. الثروة الحيوانية هذا شغل بوزي ميغراتوار نتاع الطيور المهاجرة اللي تهاجر من أوروبا لإفريقيا. عندنا السيغون نوار هذا طير نادر، كاين غير 500 كوبل في العالم كامل، يجي هنايا هاد الخطراجة تاني، بصح ماشي كيما السنين اللي فات قبل اللي كانت متواجدة هنا بزاف أسماك. جا ما لقاش واش ياكل، خطر الثروة السمكية اللي كانت هنايا دخل الإنسان هردها.
إمكانية جيدة يتمتع بها السد في تربية المائيات، مما جعل منه مصدرا مهما لهذه الثروة السمكية التي أصبحت تتعرض للاستنزاف بفعل الصيد القاري العشوائي، وهي الظاهرة التي بدأت تأخذ أبعادا سلبية. المشكل واش هو؟ يوميا يجبدوا الأسماك ويخلوا الشباك هنا بالأشهر، شهر تقعد الشبكة تخنز تضيع الماء وتضيع دير لي مالادي وتزيد تقتل كاع الأسماك. من بعد يديها من الفلوكة يقيسها في ديك الجزيرة اللي راهي لهيها يرميها فيها ويحرقها ويخليها يمحي الآثار. نشكو احنا يا كجمعية لمديرية الصيد البحري، احنا نراقب في العملية وبيهم هما، لأن هذا هو الدور تاع المجتمع المدني، هما ينبهونا وإحنا نوقف يعني على تطبيق القوانين الصارمة ضد أي واحد يسيء إلى الثروة السمكية. تناقص المخزون السمكي بسد جرف التربة في غياب عملية استزراع دورية لصغار الأسماك انعكس سلبا على نشاط الصيد الترفيهي الذي ظل لسنوات يستهوي الكثيرين. الأسماك كانت متوفرة يعني بكثرة، كان الناس تفوت وقتها يعني بالمخير، بصح دروكا ما كان والو. من 2006 مازال ما شتناش استزراع تاع الأسماك في السد هذا. ونوعد إخواننا الصيادين أنه العملية استزراع الأسماك لا تتجاوز شهر فبراير، وهذا وعد يعني بوعد نتاع الهيئات المختصة بالاستزراع، وإن شاء الله يعني نوفر لهم هذا النوع من الأسماك إن شاء الله. وتبقى المحافظة على الثروة السمكية والتسيير المعقلن المستدام للسد حتمية لتحقيق توازن البيئي بهذه المنشأة المائية. نشرتنا متواصلة وفيها أيضا مجلس حقوق الإنسان يطالب حكومة ميانمار بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق نتيجة ما تتعرض له الأقلية المسلمة في إقليم راخين. في المشهد الثقافي، المهرجان الدولي للمالوف يواصل إمتاع الجمهور بعبق وأصالة التراث الفني الموسيقي القسنطيني. أهلا بكم من جديد. يترقب العالم بكثير من القلق إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب يلقيه اليوم، إعلانا يتضمن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة في خطوة من المرجح أن تؤجج التوترات في الشرق الأوسط وتقوض الدور الأمريكي كوسيط سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وكانت عدة دول عربية وإسلامية قد اعتبرت أن القرار سيجر المنطقة لحافة الهاوية، فيما عبرت أخرى عن عدم تقبل الأمر الواقع في انتظار موقف واضح في إطار رد فعل عربي جامع يؤكد حق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة عاصمتها القدس. هذا وخرج اليوم مئات الفلسطينيين في مدينة غزة في مظاهرات غاضبة رفضا لأي قرار أمريكي محتمل بشأن تغيير الوضع القائم في مدينة القدس الفلسطينية. رغم الأجواء الماطرة إلا أن القدس يلتحف بها الفلسطينيون ويستمدون الدفء من أكنافها، والذين خرجوا بكافة ألوانهم السياسية إلى الشوارع للتعبير عن رفضهم لخطة الإدارة الأمريكية ونقل سفارتها إلى القدس الشريف عاصمة الفلسطينيين بعد إعلان رفض رسمي وتحذيرات عربية وإسلامية. تداعيات هذا الاعتراف بالتأكيد سيقلب الطاولة في كل العالم العربي وخاصة لدى المجتمع الفلسطيني. أنا يعني أؤكد لك في اللحظة التي يعلن فيها ترامب عن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس ستشتعل الضفة الغربية والداخل الفلسطيني وقطاع غزة في وجه الاحتلال الإسرائيلي. خطوة أمريكية محتملة أججت مشاعر المسلمين في حين بدأت حملات للتصدي للمخططات والمخاطر المحدقة ومواجهات ميدانية، إضافة إلى إقامة فعاليات بالمدارس الفلسطينية نصرة للمسجد الأقصى. نحن نقول كشعب فلسطيني وكطلبة وكمجتمع فلسطيني بكل أطياف ومكوناته أننا نحن ضد هذه القرارات وضد هذه الإجراءات المجحفة بحق القضية الفلسطينية وبحق فلسطين. انتفضنا عشان القدس وإنهم بدهم ينقلوا السفارة الأمريكية للقدس، وهذا مرفوض وكلام باطل، وإنه من الخطأ أن يعاد أو يكرر، وسننتفض حتى يرجع عن قرارهم وتعود القدس عاصمة الأبدية لفلسطين. فخيارات الشعب الفلسطيني ستبقى مفتوحة للدفاع عن أرضه ومقدساته وسط دعوات لعقد اجتماعات عربية وإسلامية عاجلة للوقوف على مخاطر الخطوات الأمريكية والإسرائيلية بحق القضية الفلسطينية. رسالة حركة فتح هنا في قطاع غزة وفي كل محافظات الوطن
الشمالية والجنوبية، أن القدس هي عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة، العاصمة الأبدية، أن القدس خط أحمر، أن القدس هي مفتاح الحرب والسلام في هذه المنطقة. فالقرار الأمريكي يعتبر إطلاق رسمي لشرارة الغضب التي ستنفجر في وجه الاحتلال الإسرائيلي، وتاريخ نقل السفارة إلى القدس سيكون بمثابة انطلاق انتفاضة فلسطينية جديدة. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، غزة، فلسطين. في شأن سوري، استأنفت الأمم المتحدة الجولة 8 من محادثات السلام في جنيف بعد تأخر لثلاثة أيام. الجولة تعرف غياب الوفد الحكومي الذي ما يزال في دمشق ولم يحسم قراره بالمشاركة بعد. أمنيا ارتفعت حصيلة الانفجار الذي استهدف أمس حافلة للركاب في مدينة حمص وسط البلاد، ارتفعت إلى 10 قتلى و16 جريحا، أغلب الضحايا فيه من الطلبة الجامعيين. وقد أعلن التنظيم الإرهابي المسمى داعش مسؤوليته عن التفجير. قال رئيس مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أن انتهاكات ميانمار واضطهادها الأقلية الروهينجا قد تصل إلى حد الإبادة الجماعية. وطلب المجلس في اجتماع أمس بجنيف ببدء التعاون مع بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق ومنح حرية وصول البعثة والمنظمات الإنسانية والعمل بحرية في مناطق التوتر بميانمار. أشغال المجلس انتهت بصدور قرار بأغلبية 33 دولة، فيما امتنعت 9 دول عن التصويت، أما الصين وبوروندي والفلبين فصوتوا ضد قرار مجلس حقوق الإنسان. في عالم الرياضة، أجريت أمس عملية قرعة الدوري 32 من كأس الجزائر لكرة القدم بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال، وهذا بحضور ممثلي الفرق المعنية بهذا الدور. محمد شوماني والتفاصيل. رحلة البحث والتتويج عن كأس جديدة بدأت بقرعة مزدوجة لمنافسة لا تعترف بالمنطق، إذ يتساوى الجميع من فريق الفيرم كأصغر فريق بين قوسين من المستوى السادس إلى المستوى الأول. موعد أفرز مباريات بمستويات متقاربة وأخرى نارية بين قوسين وواعدة بين شباب قسنطينة ونصر حسين داي، مع مباراة مولودية الجزائر ووداد تلمسان، اتحاد بالسكرة مع شبيبات سكيكدا وجمعية عين مليلة عندما تواجه أهل برج بوعريريج. القرعة أفرزت مباريات تاريخية، منها لقاء اتحاد الفيرم مع اتحاد الجزائر، مولودية واتسلي مع مولودية وهران، والملعب الإفريقي الصيفي مع جمعية وهران. كما سيكون الموعد بعدها محفوفا بالمخاطر بلقاءات ستجمع أكبر الأندية، ومنها شبيبة الصورة وفاق سطيف إن نجح في المرور إلى الدور السادس عشر. 16 فريقا من المحترف الأول مع 11 من الثاني و15 من الهواة وتسع من ما بين الرابطات مع 12 من الجهوي وفريق من الولائي، أرقام تفتتح المنافسة نحو السيد الكأس. ونختم بالمشهد الثقافي من قسنطينة التي تتواصل بها فعاليات وطبعة العاشرة للمهرجان الثقافي الدولي للمألوف بحضور العديد من الفرق الموسيقية. سهرة أمس تجاوب فيها عشاق النغمة الأصيلة مع التناغم الفني الجزائري التونسي. ليندا شعبان. هي فرقة جوق المألوف التونسي تحل بأم الحواضر سيرتا لتغني الأصالة والطرب ولتشارك بالمهرجان الدولي للمألوف لأول مرة. نخدموا احنا الجزائري والتونسي والمغربي، نخدموا مع بعض. تتكون من 8 عناصر. باش تقدم الليلة إن شاء الله نوبة سيكا اللي هي التونسية. فنية تحافظ على هذا التراث الأصيل في سهرات طربية. برشا نساء يعملوا المألوف نتاعهم، وإحنا عملنا زادة في تونس كيف كيف، ولكن أني من الأول بديت مع الفرقة هذية وكاو نحب نكمل معاهم. إنشاد إن شاء الله باش نغنيه للفقيد طاهر غرسة، هو تطريزة معناها مطرز في كل المقامات التونسية. مشموم الفيل بالله يا مشموم الفيل، بالله يا مشموم الفيل، كلم لي لك الطول بالله يا مشموم الفيل.
بهذه النغمات من التراث الراقي والمشترك نأتي إلى ختام نشرة الخامسة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. بدعوة من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحل بالجزائر في زيارة عمل وصداقة. وتعزيزا لفرص التعاون والشراكة، الوزير الأول أحمد أويحيى غدا بباريس في إطار أشغال الدورة الثالثة للجنة المختلطة العليا الجزائرية الفرنسية. الورشة الإقليمية لرابطة علماء الساحل تؤكد أهمية تعزيز التربية الدينية لمواجهة الأفكار المتطرفة الدخيلة على مجتمعات دول الساحل. وكما تابعنا مظاهرات غاضبة بغزة رفضا لأي قرار أمريكي محتمل بشأن تغيير الوضع القائم في القدس، وسط تحذيرات دولية من تداعيات القرار على المنطقة وجهود التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين. متابعة طيبة لبقية برامجنا على التلفزيون الجزائري، شكرا، إلى اللقاء.